بكم ومرحبا بكم معايا في عالم جيجي المتنوع. اليوم ان شاء الله غادي ناخذكم معايا في واحد الرحله قصيره وزوينه بزاف في مدينه فاس، مدينه الجميله، المدينه العتيقه اللي لها تاريخ وحضاره، واسم المدينه العلميه والثقافيه. المدينه فاس اللي كتمتاز بالمنتوجات نتاعها كجميع مدن المغرب، يعني الحمد لله المغرب كله كيمتز بأصالة وحضارة وثقافة. كتمتز بالزيوت نتاعها العطرية، وكذلك اللباس التقليدي ومجموعة من الأشياء، يعني فيها الورد البلدي، فيها النحاس، فيها الزخرفة على الخشب، الزخرفة على الجبس، فيها العديد من المزايا. وكذلك المدينة القديمة مدينة فاس كتمتز، وأيضا مدينة فاس كتمتز بدار الدبغ اللي كيصوبوا فيها الجلد، جلد البقر وجلد الغنم وجلد المعز، كيصوبوا منه الكثير من الأشياء بحال الحقائب، كذلك الأحذية والملابس، معطف، ويعني العديد من الأشياء. مدينة فاس كما كنعرفوا يعني المدينة القديمة نتاعها عندها العديد من المزايا. كتشوفوا صناعة النحاس، الآلات، العود، يعني العديد من الأشياء اللي كتصنع في المدينة القديمة، يعني مازال لحد الساعة الصناعة التقليدية بامتياز، والحمد لله مازالين محتفظين بالتراث مدينة الجميل. وكيجيو السياح يعني الأجانب من جميع الدول، ومطار فاس سايس هو ثاني يعني مطار دولي كيجيو له السياح بكثرة. وكي كتشوفوا معايا يعني مناظر جميلة جدا، كاينين تريات، يعني أشياء اللي كنزينوا بها البيوت هي جميلة جدا. كنتمنى هاد الجولة تعجبكم وتروق للاستحسان ديالكم. كيف قلنا يعني فيها صناعة البلغة، صناعة الشربيل، الطرز الفاسي مازال لحد الساعة الحمد لله، القفطان الفاسي بامتياز، التكشيطة أو اللبسة الفاسية يعني مازال حاضرة. فكاين عدة أشياء اللي هي جميلة جدا. يعني الشربيل الفاسي مازال حاضر لحد الساعة. هنا واحد القطيطة عجبها الحال تلعب، باغية تلعب بليديدات ديالها. الزليج المغربي الأصيل تا هو كذلك، كي كتشوفوا معايا النافورات، يعني الزليج كيصوبوه بواحد الدقة وواحد العمل، وكياخد منهم واحد الوقت اللي كيكون طويل. الجبانات اللي كنكونوا تنديروا فيهم الحريرة المغربية، القصريات اللي تنديروا فيهم الكسكسو او لا كنستعملوهم لعده اشياء. يعني الحمد لله الصناعه التقليديه المغربيه مازال حاضره بامتياز.